سلام على الأرض. رنمت جوقة الملائكة عندما ظهروا للرعاة مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وعلى الأرض السلام، فالسؤال هل من سلام؟ منذ 2000 عام والعالم يتمنى وينشد للسلام، فهل من سلام؟ قال الرب لا سلام للأشرار. عندما تنبأ إشعياء النبي 700 سنة قبل الميلاد عن مجيء المسيح قال عنه رئيس السلام، ويدعى المسيح ملك السلام وإله السلام، بل قال الرسول بولس عنه لأنه هو سلامنا وصانعا سلام. لكن ما زالت صرخة الأجيال تصبو وتبحث عن السلام. قال عنه زكريا أبو يوحنا المعمدان لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. وعلى الأرض السلام، هذه رؤية الله للأرض كما هو مكتوب، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام. وهذه أنشودة الملائكة عن ملك السلام. حاول الإنسان أن يصنع سلام، لكن ما زالت البشرية في حالة التدهور الروحي والأخلاقي رغم المعرفة والعلم والإمكانيات الهائلة، إلا أن الإنسان ازداد هماً وفقد سلامه. جاء المسيح ليسترد السلام المفقود بسبب العصيان والخطية. والأعجب أن رئيس السلام دخل مدينة السلام أورشليم ولكنها لم تعلم ما هو لسلامها. قال يسوع سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام العالم وهمي، سلام مؤقت، سلام المصالح والمطامع، وكثير من المرات سلام مزيف إذ تكسر العهود والاتفاقيات. أما سلام المسيح شامل كامل وعامل. سلام المسيح عطية، سلام المسيح بركة، سلام المسيح تركة. حتى كانت تحية بولس والكنيسة سلام المسيح أو سلام لكم أو السلام عليكم. إنها بركة المسيح، النعمة والسلام. هذا السلام يساعدنا في أشد الظروف وأحلك الأوقات. عندما نمتلئ بسلام المسيح نكون في هدوء وطمأنينة وسط الرياح العاتية والعواصف الهوجاء. إنه سلام القوة والنعمة، إنه ثمر الحياة الروحية مثل المحبة والفرح والسلام. عندما يحل سلام المسيح في القلب تكون في سلام مع الله، وسلام مع نفسك، وسلام مع الآخرين حتى الأعداء، لأننا نسالم جميع الناس. وهذا السلام هو تعبير عن الحكمة الإلهية. ما زال صدى صوت الملائكة يتردد إلى يومنا هذا، وعلى الأرض السلام. فالسؤال كيف نحصل على هذا السلام؟ فيجيب الرسول بولس فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. عندما نقبل المسيح مخلصا على حياتنا ونتوجه ملكا وربا على قلوبنا، عندها نتبرر أمام الله ونحصل على المصالحة والسلام الحقيقي. عندها نمتلئ من سلام الله من خلال المسيح، ونختبر كما يقول الكتاب إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم. وعندما تكون في المسيح تتمتع بسلام الله الذي يفوق كل عقل،
يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، ومعية المسيح وإله السلام يكون معكم. وإن كنت تمر في ظروف قاهرة وفي حالة فشل، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. وعلى الأرض السلام، إذ قال يسوع: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صلاتي مع الملائكة أن تختبروا سلام المسيح وبشارة المسيح بالسلام، لكي تخلق من جديد وتتصالح مع الآب وتتمتع بالسلام العجيب من رئيس السلام. ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما. إذ صليت واختبرت سلام المسيح أو بحاجة إلى مساعدة روحية أن نصلي من أجلك، رجاء التواصل معنا. إله السلام معكم أجمعين. آمين.